خلونا نتابع مع بعض دلوقتي الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمكتبة الإسكندرية هتنظم من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان الجمهور والنقد المسرحي في تمام السابعة مساء بمقر بيت السناري الأثري بالسيدة زينب. تدور الندوة حول كتاب مقالات في النقد لمحسن المرغني من خلال تحليل الأفكار والمفاهيم المطروحة بالكتاب، وأيضاً الكشف عن الرؤية والأسلوب والأهمية، كما تسلط الضوء على النقد المسرحي ما بين الماضي والحاضر في ظل التطورات والتغيرات السريعة في عالم اليوم. النهاردة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة هتقطع المية لمدة 6 ساعات، وده لإصلاح ثقب في جسم المحبس قطره 300 ملي نهاية شارع البوهي ناصية شارع عمر بن الخطاب، واللي نتج عنه تسريب شديد للمياه. ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي البوهي، المنيرة الغربية، المنيرة الشرقية، وشارع التل. وموعد قطع المياه هيكون من الساعة 12 مساء اليوم لحد الساعة 6 صباح بكرة. النهاردة هيصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومعاه باقي معاونيه استعداداً لبدء فترة الإعداد مع الأهلي في بداية التحضير للموسم الجديد بعد انتهاء فترة الأجازة اللي حصل عليها اللعيبة والجهاز الفني عقب مباراة المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر بختام الموسم الماضي. في إقليم وسط الصعيد انطلقت فعاليات مشروع الألف مبدع الثقافي في محافظات سوهاج والمنيا وأسيوط والوادي الجديد. الحقيقة الفعاليات دي انطلقت بحضور ما يزيد عن 100 طفل وطفلة، وشملت كمان مواهب فنية وأدبية في مجال الرسم وإلقاء الشعر والغناء وغيره من المواهب الكثيرة. انطلقت فعاليات مشروع الألف مبدع الذي ينظمه إقليم وسط الصعيد ويتضمن محافظات سوهاج، المنيا، أسيوط والوادي الجديد. وبدأت الفعاليات بمحافظة سوهاج في أجواء مبهجة بحضور ما يزيد عن 100 طفل وطفلة في مواهب فنية وأدبية متعددة أبرزها مجال الرسم وإلقاء الشعر والغناء. وضمن الاحتفالات تم افتتاح معرض فن تشكيلي للأطفال مع تنظيم منافسات إلقاء الشعر بين عدد من الأطفال، جميعهم قاموا بإلقاء الشعر لمشاهير الأدب العربي بدءاً من الأصمعي والمتنبي وعنتر بن شداد وصولاً إلى إبراهيم ناجي والبارودي وأحمد شوقي وعبد الرحمن الشرقاوي. كما قدم فريق كورال أطفال طهطة عدداً من الأغاني الوطنية لمشاهير الغناء، ووصل عددهم 25 طفلة وطفل. وفي مجال الأداء الاستعراضي، قدم أكثر من 30 طفلاً وطفلة مواهب متنوعة على مسرح قصر ثقافة طهطة أمام الأسر والأهالي. الاحتفالات تم تنظيمها بحضور مديري المواقع الثقافية 18 التابعة لفرع ثقافة سوهاج والمدير العام للفرع، بالإضافة إلى عدد من الشعراء، وذلك بدعم من الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف اكتشاف المواهب من الأطفال والشباب بمحافظات الصعيد.